لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة ضيوف الرحمن السلام عليكم. تسمحون أقول بهذا التأخير باسمي وباسم أعضاء البيسة جينا عشان نحنوكم لعنا زي ما كلم الأغي قبل كل شيء تسمحونا في إخوان جاءوا اليوم لهم تقريبا عزبو يمكن نحن جينا امبارح الساعة 7 مساء فتسمحونا ما جيناكم لعنا قاعدين نجري بهنا وبهنا عشان نجهز لرهرنا لمنا وتسمحونا لو في تخسير لأن كل بشر ده ما تام الألين اللي قدرنا ده سوينا والتخسير تسامونا وصراحة بدون مبالغة أول مرة في تاريخ إفريقيا مشات إفريقية يعني حجاج إفريقيين يقولوا في أحسن حال وأحسن مطعم هذا نعمة من الله ونعمة من رئيسكم لأن نحن الحج ده بدون فخرة جهزنا في 28 يوم مرهقين لا نوم لا أكل لا شراب مرهقين والله لكن بعون الله تعالى بدعاكم ربنا وفقنا جدا في حال هسه القاعدين فوق ده. الكلام كثير كان نهجوك ما بيقى بس أدعو لنا زي ما عرضكم ده عشان كيف ربنا يوفقنا نخدمكم أنينا في خدمتكم لأن أن تعطونا أمانة وأمانة أنينا مسؤولين فوق أمام الله وأمام الدولة نسي ما حسب نقدر وأنتوا كذلك تساعدونا تساعدونا في التنظيم في التوجيهات وتسمعوا كلام الناس بضربه بصراحة أول مرة حجاج هادين هذا نعمة والله نعمة أنا نقول تركزنا في السكن وفي الإياشة والسكن قريب للحرم هذا ذات من تسهيل التوجيهات أو نظام الحج والسكن كذلك ما كثير يمكن عندكم أمارة واحدة والثانية قريب عشان الحجاج ما يضيع ده كله نعمة من الله نشكر الله لأن الله يسر لنا الأمور ده يا ضيوف الرحمن عنينا جينا خلاص في الفجر بكلام العرب البور جينا خلاص في السهيد دهابة جينا فوق بعد ساعات نتوجه لمينة فعلا تسمو مينة مينة مشاعر مينة ده صراحة يعني بدور الصبر بدور حكمة عند الضغوط عند صعوبة عند صغانة عند الضيقة عند كل شيء ده بس بكان الأجر تتكاتفوا تتحاببوا تتوحدوا تتحاننوا ده بكان الأجر الجدار في الحج ما تورو كلام فارغ ده كيف من جينا ما سمينا وربنا يهدينا ما نورو أخيك الحج ده هو أخيك مسلم وتشادي وطنك واحد نمشي في مكان ضيق الحمام نقعد له بالصف ده يأسر أخوه ده كل امتحانات رباني وده بكان الأجر الشيء المطلوب منكم تصبروا تواجهوا صعوبة نبر الساعة 12 بالليل التفويج لأن باكر الساعة 8 الساعة 10 11 ده حركة فيه ناس يسوي شاك أي مكان ضيق مكان نقود ما فيه ويهمم ما فيه لكن بعد ساعتين يوم يبرد ده من عندنا تجربة معروف من الساعة 11 لساعة 1 ده دخل سغانة وحمام ضيق ومكان ضيق حركة كتير لكن ظهر ده خلاص الأمور بتحدى ده شيء أنتوا تواجهوه لازم نروكم يمكن ناس يرين جو عدة مرات ناس يرين ذهاب وجرات ما يكون بكر راخي زي مكة هنا في مكيف في أكل اللي كيفك لا هناك ده تجربة انتحار ربان والنادم يصبر له يعني هنا كان والله نرقد في الشارع تقلنا في الشارع مع الرجل ده ما عندنا مخارج يمكن الأخوان ده بشهدوا دخلنا في مكان ده الكهرباء رقدنا مرقولة من قال مكان ده خطر رقدنا في الشارع ما ماشي يعني دارين أجر بس كذلك جاهزين نرقد في الشارع حمنا الوحيد أنتم الحجاج أمس الرئيس الجمهورية في التأخير الأموال يحاول يجي هنا ده أننا يعني ودرنا رحلتين الرئيس في الليل قام الساعة 12 بالليل حل لنا المشكلة أجل لنا طيارات اثنين
جينا نزلنا في جدة قال حج واحد ما يفضل فينا، الحج واحد ما فضل سي، خلينا ناس علماء، ناس دكاترة، ناس العمني، خليناهم قدمنا الحج، لأن هنا جايين عمال للحج. الحج كان قاعد أولى من الآخر، يسمهون الإخوان دول، أنا ينضب كل ورثة قلت سامهونا، فيزا ما في، مجال ما في، الأولوية الحج. حتى هنا البسيطين جينا ده ما شاء الله رجال الدين عليهم نظموا، هم خلاص ما خايفين، يمكن بوجهوكم ما عندهم مشكلة. هسه ناس العمني الجو بسيطين نظموا، الصافين برضو نظموا، الفضل عليكم ساعدونا في التنظيم. من منى نوجهه لعرفة، هذا الركيزة ولازم تتركزوا ما تروح الرواخ الأمر إندس بكان دول ده ما ينفع، ده وقت مهم، وتفقوا جارك وأخيك اللي أنت عايشين ما سوا ده لازم وقت لا تقول فلان ده وين ده فكروا ده مهم، لأن لو زر ما مشى عرفة هذا مسؤولية كبيرة، ده مسؤولينا أنينا ومسؤوليتكم أنتوا كلهم، لازم تفكروا فوقها. ندوكم أنا تاريخ سنة 2015 آخر رحلة عنينا نمشي نتشيكوا الناس، نمرق آخر الناس لقينا واحد شايب مسكين قاعد في هنا زول ضرب وجهه ما فيه، شنو ودينا لهيك عرفة، والواحد انتقل في رحمة الله. هسا كذلك فقد أخوك الماك في الغرفة لو ماشي فتش من هسا ده، قالوكم الله يا أخوان الرواقة قالوا شولوا نية، أقول جاهزين نمشي منها، فقدوا الناس الغايبين كان نادم ودر كل أورم ناس الأمن اللي معاكم قاعدين ده عشان يفتشوا. أن هنا نباكر نصبروا آخر رحلة نفتش البيوت، ندق البيبان أنا والله زول فيه ولا ما في، نادم نام اللي ياتوه عشان نفقدوه نودوه في منى. بكل صراحة سامحونا، هسا كل عندنا شغلة جارية ده، بس توجيه عندنا دور ندوركم لو، والله وفقنا والله يحنينا عن بيننا. الشيء اللي ندور منكم ده الصبر، منى ده الصبر والتكاتف، أشياء أدنان ده مهم، لازم تصبروا فوق الضيق فوق التعب فوق عطش فوق الجوع فوق الضيق كل شيء فيه، لكن بدور تصبر بس بعد 4 أو 5 أيام الموضوع ده كله بيتحل، ده الشيء المطلوب منكم. والمرشدين كذلك ما شاء الله ما قصروا، نظموا إن شاء الله يرتبوا لكم العمور، شلنا ميكروفونات كبار ودقاق عشان في منى ده لازم يشجعوا الناس ويوعوا الناس والناس يرشدوا. نذكر الله كثير، نسأله عشان الله يجيب الآفية والاستقرار في بلدنا، والرئيس الجمهورية ده صراحة أنا ما عشان يأتيه هو غايب، لكن الله شاهد وقف معنا وقفة والله ما بيتوصف، هو كله أتقله أتقله زول بس ما دام بيحب الإسلام، ياجر طيارات أدنين يكفي الديون أنا 10 سنة ده كفى، لأن البيسة مطالبة بفلوس، خف لكم من 3.5 مليون إلى 2,157,000، هذا نعمة السعودي بالدعوة، الله يجعل زول يعني بيحب المسلمين، الله يوصي من ده يساعد المسلمين والله يثبته. أخونا أنا باختصار سامحوني نجي فيني، والمرشدين أنا كان كملكم اللي بجيكم هسه بدوكم شيء كتوجيهات، أصبروا شيء نص ساعة كي عشان تسمعوا مني ونشيل النية، نقول جاهزين إن شاء الله الساعة 12 خلاص الشباب جهزناهم، البازات بجوا نتوجه لهم بإذن الله، وشيلوا لنا الفاتح الله يسهل لنا وحجنا يكون حج مبرور، والله يحفظنا والله يحنن ويجيب لنا العافية. السلام عليكم. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.